انا قيدت وانت زاده لازمك تقيد. علاش؟ على خاطر اول مره في تونس باش نعمل انتخابات بالرسمي، يعني انتخابات على قنطرة صحيحة. الثورة التونسية علاش قامت؟ سميو فيها ياسمين لا ثورة لا ياسمين لا هندي، ثورة تونسية اسمها ثورة الكرامة. شنو معناها الكرامة؟ معناها عباد لقات رواحة انهم قاعدين يعاملوا فيها معاملة ماهيش متاع عباد. رانا عباد بالرسمي، رانا ناس عنا حقوق وعنا الحق باش يحترمونا وباش يعطيونا حقوقنا. ابسط حق للعباد في يعني للناس في الديمقراطية هو حق انك تنتخب، تختار شكون تحبوا، معني شكون تحب يمثلك، شكون تحبوا يساهم باش يبني مستقبل بلادك. دونك اول حاجه يزمك تعملها اليوم عندك حق انك تقيد باش تنتخب اعضاء المجلس التاسيسي، خذوا الحق هذا رد بالك تخليه، خاطر من بعد راك تندم وبتاتر كان ما تاخوش حقك اليوم غدوه ما عادش عندك الامكانيه باش تاخذه. اول حق عندك هو انك تقيد باش تنتخب اعضاء المجلس التاسيسي، لذا يلزمنا الناس الكل نمشيو نقيدوا ويلزمنا الناس الكل نحضروا روايحنا للانتخابات. شوف معني قبل تلمو سلمنا في حقوقنا اللي نوصلوا خذاولنا، حقنا في الانتخاب، حقنا في التعبير، حقنا في التشغيل، حقنا في المساهمه في الحياه السياسيه وفي مستقبل البلاد، حقنا في الحياه الجمعياتيه، حقوقنا الكل خذاوها لنا. وصلوا في الاخر خذاولنا حتى حقنا في الحياه، معني شوف اكثر من 300 شهيد الله يرحمهم مشاو على خاطر كانت عباد مسلمه في حقوقها. لذا اليوم إلي أغ دو كيستيون ما عاد فما حتى إمكانية باش نزيد نسلمه في حقنا مرة أخرى. يلزمنا كلنا ناخذ حقنا في التقييد وفي باش نشاركه في انتخابات المجلس التأسيسي. لذا اليوم قبل كل غدوة أخي المواطن برا قيد. شهر نهاركم زين.